السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة، والتي أردت أن أتحدث عن أضرار قشرة الرمان. بداية أعزائي، كما نعلم بأن جميع الأمور لها عدة فوائد ولها عدة أضرار. فمثلا مرضى الحساسية قد يعانون من أضرار قشرة الرمان أكثر من غيرهم، لأن جهازهم المناعي قد يستجيب لقشر الرمان عن طريق تحفيز الحكة والتورم وانسداد وصعوبة عملية التنفس. وأيضا قد يؤثر قشر الرمان في العامل الهرموني عند جميع الأشخاص، حيث يزيد بعض الهرمونات التي قد تؤدي فيما بعد لمضاعفات خطيرة. وأيضا من الممكن أن تسبب سيلانا في الأنف، وأيضا الحكة الشديدة في أنحاء الجسم كما ذكرنا. وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.